مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، فقرات عديده من خلال حلقه الاهلي الليله النهارده. طبعا بشكر في البدايه زميلي العزيز استاذ محمد الجندي على الفقره الحواريه الاولى مع الدكتوره دينا الرفاعي عضوه اتحاد الكره في الانتخابات التكميليه مؤخرا، واكيد كان حوار مهم ومميز في مستقبل الكره المصريه بشكل عام وبتحديد الكره النسائيه. لكن في هذه اللحظات بينضم لي نجم نجوم النادي الاهلي السابق كابتن حماده صدقي. كابتن حماده برحب بيك. اهلا بيك يا امير واهلا بالساده المشاهدين ومبروك للنادي الاهلي الحمد لله. البدايه اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. طبعا حوار النهارده هيكون مهم طبعا مع كابتن حماده صدقي بخصوص مباراه الاهلي والترجي، هذه المباراه الهامه في اياب دور النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا بعد فوز النادي الاهلي في مباراه الذهاب بنتيجه 3-1. لسه مشوار ما خلص، هنتكلم بتفاصيل اكتر مع الكابتن حماده صدقي. كابتن حماده، يعني في البدايه خلينا نبتديها من المباراه الاولى، مباراه الذهاب وفوز النادي الاهلي في هذه المباراه. كيف ترى المباراه؟ تقييمك ليها ايه من الناحيه الفنيه كمان بالتحديد؟ يعني هي مباراة نهائية، مش يعني فنيا يمكن ضعيفة فنيا بالفريقين. يعني النادي الأهلي كان عنده بعض المشاكل في المباراة، التوتر بتاع المباراة كان سائد في الملعب. تمام. يمكن كان أبرز الحاجات الموجودة، يمكن الحكم شوية كان في توقفات كثيرة قوي قوي في الملعب. من يعني كرة، يعني الوقت الضايع كان كتير قوي، التوقف الكورة بشكل كبير يمكن بيبعد شوية حلاوة المباراة نفسها. الريتم بتاعها كان بطيء قوي. الأهلي كان عنده مشاكل في التحضير قوي، كان في بطء شديد، خروجنا بالكورة من ورا كان عندنا مشاكل. نفس الكلام برضو في الترجي، برضو كان نفس الكلام، حتة الاعتماد على الفردية أكتر من يعني كالشغل الجماعي من الفريقين ما كانش موجود. يعني وصول النادي الاهلي لمرمى الترجي كان بصعوبه. ابتدينا نشتغل شغل الكره الطويله يمكن اكتر من التحضير. هو الترجي كان عنده وسط الملعب بتاعه كان كويس جدا طبعاً. كان استحواذه اكتر في وسط الملعب من فرانكوم وكولوبالي، الاثنين كويسين جدا في قوه، فكان مانع عندك حته التحضير للنادي الاهلي بيتميز بيها اللي هو استحواذ، ازاي بقدر امشي الكوره. بس كان عندنا لعبنا البطء بشكل كبير جدا، ودي المباراه النهائيه بتبقى فيها جهد بدني عالي، الخطط الدفاعيه فيها اكتر، الحذر شديد من الفرقتين، كل فريق ليه هدف في المباراه. الترجي عايز يخرج زي قبل كده باقل خسائر، عايز يطلع باي نتيجه ايجابيه بالنسبه له، عايز يسجل هدف يربك حساباتك. يعني في معطيات قبل المباراه كل فريق داخل بهدف. النادي الاهلي عايز يجيب عدد من الاهداف وافر يريحه في مباراه العوده. تمام. هو عارف هناك المباراه تبقى صعبه جدا، الاجواء خارج الملعب وداخل الملعب بتبقى صعبه جدا. فده التوتر اللي كان موجود في الملعب مع التوتر اللي كان موجود مع الحكم، يعني كان في حاجات كثيره جدا ما شفناش متعه كره القدم. يعني النادي الاهلي في ماتشات كثيره في النهائي كان بيأدي بشكل رائع فنيا وبدنيا وخططيا، ما كانش بالامانه ما كانش موجود دوت في المباراه من الفرقتين. ده ناتج من الضغط العصبي بتاع المباريات النهائيه يا كابتن حماده ممكن، ولا ممكن يكون ايه الاسباب من وجهه انا عايز اتكلم بصراحه شويه. يمكن النادي الاهلي بقاله فتره الاداء يمكن مش مرضي بشكل كبير جدا، ولكن كان الاهتمام كله بالنتيجه. بالظبط. الاهتمام كله بالمشوار الافريقي اكتر من اي حاجه. اكيد. بطوله مهمه جدا. وصولك المباراه النهائيه، النجاح في اول المباراه الاولى، فوز يعني فوز كويس مرضي طبعا 3-1 في ظل الاداء، لا النتيجه بالنسبه لنا كويسه جدا. الاهداف كويسه جدا ولا كويسه؟ كويسه. يعني 3-1 طبعا 2-0 احسن من 3-1 يعني، بس الفوز وفرق هدفين انت بتقدر تجيب جون بره. يعني النادي الاهلي عنده من الخبرات اللعيبه الموجوده كل مباراه بتسجل فيها بره، فده ان شاء الله يعني لو النادي الاهلي هيلعب على كده الطريقه هتختلف اكيد، طريقه الخطه نفسها السيستم بتاع، لكن الافراد هم ولكن الطريقه ممكن تختلف شويه. النادي الاهلي محتاج بقى قوي الخبرات اللي موجوده في الملعب عشان الامتصاص الجماهيري، التوتر اللي حصل بعد المباراه، الراي العام، انا بتكلم خارج الملعب دلوقتي. تمام. اللي ممكن ياثر على اداء النادي الاهلي. طيب. النادي الاهلي لعيبه محتاج تبقى عندهم قوه وعندهم صلابه في المباراه كبدايه.
بدايه المباراه مهمه جدا الربع ساعه الاولى اللي ده فيما يخص مباراه العوده. العوده اتكلم طيب. على العوده بس عشان نقفل اول مباراه الذهاب يعني كنت مع ان احمد فتحي يبتدي المباراه؟ لا طبعا لا يعني يمكن مستر كارتيرون كان بيصرح قبل المباراه انا قريت في الجرايد يعني منشتات ان هو متخوف شويه من احمد فتحي تمام يبقى ده يدل اللي هو ما كانش جاهز بنسبه 100% الماتشات دي بيبقى لازم اللعيبه يبقى جاهز 100% بدنيا وفي نفس الوقت انت بتبقى محتاج الخبره برضو في مباريات زي دي فممكن بس خبره مع اصابه فيها قلق بتبقى مشكله كبيره انت خسرت تغييره وهو هتخسره بشكل كبير المباراه خلاص يعني شبه رسمي شبه رسمي انت خسرته في المباراه الثانيه كان ممكن المباراه النهائيه ديت على مرحلتين كنت ممكن اجهز احمد فتحي المرحله الثانيه بشكل قوي اكيد انت محتاج بره الخبرات اكتر الخبرات بره في مباراه زي ديت اللي فيها الشحن الجماهيري الاحداث اللي حدثت في المباراه الاولى يمكن لو اتفرجت على المؤتمر الصحفي المدرب اتكلم كلام مش في الكوره مش في الماتش اتكلم على عمل حاله من التوتر كبيره جدا وعمل شحن جماهيري للمباراه الثانيه يمكن المباراه الترجي واول اغسطس كان فيها برضو مشاكل جماهيريه وكان فيها عقوبات من الاتحاد الافريقي فده ممكن ياثر بالشكل السلبي في المباراه الثانيه تمام لكن برضو هنتكلم عن المباراه الاولى المباراه الاولى يعني انت قدرت من ثلاث كور قدرت توصل وقدرت تجيب ثلاث اهداف كان عندك اخطاء موجوده في الملعب لازم يعني يمكن الامور كانت ماشيه في صالحك بنسبه كبيره يمكن اخر مباراه في الكره الشناوي اللي طلعها ديت ببراعه كانت ممكن تقلب الموازين بشكل كبير جدا انت وانت كسبان 1-0 جت كره في العارضه يعني هم عندهم انياب بس انياب فرديه طبعا البلايلي لعيب كويس جدا جدا يمكن هو بيعتمد بشكل كبير قوي عليه هو في كل حاجه هو بيعرف يجيب فاول بيعرف يخترق من العمق ويعرف يجيب فاولات طه ياسين بيقف لعيب كويس برضه جدا بيعرف يحضن على كورته بيعرف ياخد فاولات على ال 18 اللي هي الكوره الثابته بالنسبه لهم هم بيلعبوا على الكوره الثابته بيلعبوا على الفرديه بتاعه البلايلي بتاع انيس البدري ده لكن عندهم ضعف كبير جدا في خط الدفاع انت الكره اللي قدرت توصل بيها من بره على الاطراف تعملت بالعرض تعملت جون من اخطاء دفاعيه اللي بتحدث عند الترجي في كل ماتشاته تمام كل ماتشاته عنده مشكله في الدربالي الباك رايت عنده مشكله في قلب الدفاع يمكن هيغيب عنهم شمس الدين زويدي هيغيب وفرانك كوم هيغيب لحصولهم على الغيابات دي هتكون مؤثره عليهم في مباراه الاياب وفي المقابل برضو غياب احمد فتحي اكيد هيكون مؤثر اكيد اكيد يعني يمكن قبل المباراه كان عندهم هم ثلاث لعيبه عندهم ثلاث واقفين على انذار واحمد فتحي عندنا فاحمد فتحي جت اصابه فكده وعندهم اثنين مش هيلعبوا المباراه بس اكيد عنده بدايل اكيد عنده بدايل يمكن مش هيبقوا على المستوى بتاع فرانكوم بالذات اللي هو يعني تالي هو احسن لعيب عنده في وسط الملعب مميز جدا من القوه الموجوده في فريق الترجي وسط الملعب بتاعه بيعرف يسيطر ازاي على وسط الملعب هو سيطرته في وسط الملعب وبيعتمد على الفرديات الاماميه بشكل كبير ولكن ما عندوش الاطراف ما بيشتغلوش يعتمد على العمق بشكل العمق بشكل كبير جدا والفرديه الاماميه لطه ياسين الخنيسي وبلايلي وانيس البدري هم دول الخطوره الموجوده في الترجي يمكن قابلنا الترجي اكتر من لقاء ولكن مش عايزين نحط في حساباتنا الماتشين الماتش اللي كان من شهرين ولا كان اللي كان في دوري المجموعات عشان اقول حاجه واحده كان المباراه الثانيه اللي هناك كان الفريقين واصلين كان الموضوع ما كانش ماتش حاسم هو كان الترجي وصل بشكل رسمي كان يا اولى تاني والاهلي فوزه وخلاه اول فالحسابات مختلفه لما تكون مباراه يعني هي حسم بيبقى الشكل والاداء والروح القتاليه في الملعب مختلفه تماما فالمباراه هتبقى مختلفه المباراه والكاس موجود عندهم هناك موجود مين هياخد الكاس والكاس قدامه فالدوافع هتبقى قويه جدا عندهم الشحن الجماهيري في جزئيه المباراه الاولى مباراه الذهاب من وجهه نظرك مين نجم المباراه
يعني هو في بعض اللاعبين تألقوا من النادي الاهلي، سواء وليد سليمان، وليد ازارو، وعمرو السليه. من وجهه نظر حضرتك شايف؟ والله انا شايف وليد هو اللي ماشي، هو 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 ونجم الشباك دلوقتي في النادي الاهلي. وليد سليمان تحركاته واعيه، بيعرف، عنده هدوء في الاعصاب، يعني ضربتين جزاء في المباراه النهائيه بالظبط، دي تقيله، مش اي حد يقدر يقف الوقفه دي، والتركيز العالي اللي فيه وخبراته يمكن جمعها كلها في ضربتين الجزاء. يعني مش عايز اشبهها بضربة جزاء محمد صلاح في مباراه الكونغو، ولكن هي شبيهه قريبه منها قوي، اللي انت في مباراه نهائيه وانت بتشوط الضربه الثانيه برضو في المباراه، كانت صعبه، مش اي لعيب يقدر يقف الوقفه دي. الخبرات هي اللي افادته في موقف زي ده اكيد، يعني بشكل كبير جدا. يعني حتى مستر كارترون طيب، لما الجون الثاني جه ضربه الجزاء عمل كده بالزبط. قال لك هو لاعب فكر كويس طيب جدا. هستاذن حضرتك نروح سريعا نستقبل على الهاتف كابتن عبد المنعم شطه، احد نجوم النادي الاهلي السابقين. يا كابتن شطه مساء الخير عليك. الو كابتن شطه، تحياتي ليك وتحيات كابتن حماده صدقي. اهلا اهلا، ازيك؟ ازيك يا استاذ امير؟ ازيك يا حماده؟ ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. الله يخليك كابتن، يعني اني اكون معاكم ضيف ان شاء الله. احنا اسعد بكل تاكيد، وعايزين نستغل فرصه ان حضرتك معانا ونتكلم عن مباراه الاهلي والترجي. المباراه في البدايه كده، بما انك احد اللاعبين الكبار في تاريخ النادي الاهلي، شفت المباراه ازاي وتقييمك ليها ايه؟ والله المباراه كانت حقيقه صعبه، يعني كنا عارفين كويس من الاول انه الاهلي والترجي يعني لقاء ثأري، لان انت عارف ان النادي الاهلي كسبه في المجموعات بالظبط، وصعد كفريق اول، يعني اول مجموعه فبالتالي ده يعتبر يعني من المباريات اللي بتبقى صعبه جدا انك تلعب فريق مرتين ويقابلك في النهائي، دي نمره واحد، يعني عشان الصعوبه، وفعلا كانت مباراه صعبه جدا. احنا طبعا عندنا شويه مشاكل فنيه كده، انا حماده صدقي اكيد اتكلم عنها لانه حقيقه كان متابع وشايفه كان في التحليل، لكن انا هتكلم على 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 الفار بس، الفار و في توضيح حضرتك عايز توضحه اكيد، اتفضل. انا حقيقه بصراحه انا اديت بكام لقاء صحفي كده، لكن وجدت انه الكلام اللي بقوله بتاخد منه الاجزاء وبعد كده. طيب عشان اوضح بس، عشان اوضح للناس الكلام بتاع حضرتك كان ايه، كان بخصوص ضربتين جزاء النادي الاهلي، وبعض التقارير الصحفيه قالت ان حضرتك قلت ان ضربتين جزاء مش صحاح يعني، فاتفضل حضرتك وضح. طبعا بالظبط بالظبط، ضربتين جزاء صحاح يعني بدليل انه الحكم راح رجع للفار تمام، تيقن من الفار انه ضربتين جزاء صحيحه، زي دي اللي ضربه الجزاء الاولى صحيحه جدا، ايد حارس المرمى كانت دافعه وليد ازارو بشكل تمام، واضح جدا هو تاكد منها، وواضح انه قال لهم لا دي ضربه جزاء، والثانيه تاكد منها من المساعد لما بلغه قال له في احتكاك بين وليد ازارو والمدافع، فبالتالي رجع في 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 قراره وادى ضربه جزاء وراح شافها في الفار. فلما انا بقول انه راح شافها في الفار الناس افتكرت ان انا بقول انه دي ضربه جزاء، لا هي ضربه جزاء بدليل الحكم جريء جدا، الحكم واثق من نفسه، راح برغم انه في خمسه ست خبراء قاعدين في الفار في الاستوديو، استطاع من خلال تيقنه التام وتاكده من اللعبه في الملعب انها تطابقت مع الصوره، فبالتالي انا بوضح بس دي ضربتين جزاء صحاح بدليل الحكم ما رجعش في قراره مع الفار، دي نمرة واحد. تمام. نمرة اثنين، الفار أصبح دلوقتي بالنسبة للمباريات المهمة دي أصبح يعني لازم يكون في الفار موجود، بس احنا في الاتحاد الأفريقي محتاجين ندرب الحكام بتوعنا بأفضل طريقة سريعة، لأنه يعني أكثر من دقيقتين ودقيقتين ونص كانت الحقيقه فتره طويله تعتبر، المفروض ما تزيدش عن من 40 ل 50 ل 60 ثانيه مراجعه الفار دي، فدي حته مهمه جدا يجب ان يكون يعني ضعف الاعتبار، لانه الحقيقه الفار اصبح شيء مهم جدا في تحديد بعض الكرات او اللعبات الصعبه جدا زي ضربه الجزاء لما بالزبط تكون مثلا هاند بول، او تكون مثلا نتيجه تسلل، او تكون مثلا نتيجه تخطط المرمى وما اتحسبتش، كل الحاجات دي مهمه جدا في الفار. بس احنا محتاجين نتمرن اكثر ويكون عندنا حقيقه اجهزه افضل من الاجهزه دي، لانه حتى التصوير لو لاحظت كابتن حماده ما كانش برضه مساعد الحكم، يعني التصوير ما كانش بالقدر الكافي انه يقدر يشوفها من كام زاويه بالظبط، وبالتالي انا بقول كمان محتاجين لكاميرات زياده من خلال هذه. بس كان في 10 كاميرات يا كابتن شطه متواجدين، ومش شرط ان ال 10 كاميرات دول اللي بيصوروه بيظهر للمشاهدين، يعني ممكن بالزبط يكون هو شاف بعض اللقطات اللي المشاهدين ما شافوهاش. الانجلز مهمه جدا بالزبط، والزوايا اللي ممكن من خلالها تحدد بعض الالعاب الحقيقه مهمه جدا، ولكن احنا بنقول انه تجربه يعني
قد لا تكون يعني مرضيه للترجي، لكنها اثبتت يعني انه 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 الفار حقق للحكم كمان تاكده من هذه ضربتي الجزاء. الثلاث ضربات جزاء صحاحه الحقيقه. طيب. ثلاثه مش الاثنين. طيب كابتن شطة، ايضا عايز اسالك عن جزئيه وليد ازهر، والبعض قال ان وليد ازهر ممكن يتعرض للايقاف بعد اللقطه المسربه. هي لقطه مش موجوده في شريط المباراه بالمناسبه، يعني هي لقطه مسربه من داخل الكابينه الخاصه بالتصوير المباراه، لكن اللقطة دي ممكن تؤدي لعقوبة لوليد أزارو رغم ان المباراتين لسه ما كملوش، يعني لسه في مباراة اخرى في نفس الدور، ولا بيبقى بعد كل دور بيتم تطبيق بعض العقوبات؟ طبعا حضرتك يعني احد الكبار اللي كانوا متواجدين في الاتحاد الافريقي. انا طبعا انا من خلال خبراتي لما تكون في حاجة بالشكل ده بتبقى في شكوى موجودة بتوصل للاتحاد الافريقي، السكرتير العام بيفتحها بيقراها بيبلغ بيها اللجنة، وبعد كده بتجيب الأدلة اللي أنت عايز تعملها. تعالى يا مراقب ادينا التقرير بتاعك، يعني الحكم ادينا تقريرك، ورونا اللي حصل إيه، ورونا إيه ماذا تم في هذه الحادثة، هل 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 كانت سوء سلوك، ولا هل كان انفعال، ولا هل كان سد من المدافع. كل الحاجات دي محتاجة لإثباتات من خلال وثائق ومن خلال حاجات دامغة، حاجات يا صوت وصورة يا تقرير مكتوب من حكم أو مراقب معترف به من قبل الاتحاد الافريقي، عشان تبقى العقوبه يعني مرتبطه بخطوات معينه وباسلوب معين. لكن انا من رايي انه هذه اللقطه او هذا الموقف من وليد ازارو محتاج لوقت يعني وقت كبير قبل ما تحس من خلاله انك انت عندك مستندات. بيبقى بعد ما الجوله تخلص، ولا لو في مستندات اكيد مش هتلحق عشان تجيب شريط المباراه. تمام. الجاردير وتجيب الكابينه من العربيه تطلع شويه يعني كاميرات مكانت مسجله مش على الهواء، في جزء بيسجل على الهواء بالظبط، وفي جزء بيبقى موجود للريبلاي. صح. فتاخد اقل من اسبوعين ثلاثه عشان تستطيع انك انت توقع عقوبة على وليد أزارو لو كان هو أدى هذا السلوك إلى سوء سلوك. طيب. أو كان هو انفعال نتيجة إن كان منفعل، أو كان من حقه إنه ده انفعال. طيب. وأخطأ التيشيرت ده ما بيكونش سوء سلوك، لكن لو عمل هذا الأمر عشان يكتسب يعني ضربة جزاء أو فاول أو طرد لأحد اللاعبين، هذا يعتبر سلوك مشين، وفي عقوبات موجودة في اللائحة صراحة بتعاقب مثل هذه. طيب كابتن شطة، أخيرا رؤيتك لمباراة العودة. والله أنا النهارده وجدت حاجة جميلة جدا، أن هناك تقارب بين الجماهير، وأنه في الاتحاد المصري والاتحاد التونسي عملوا تقريبا اتصالات، وفي هناك نداءات من تونس بتقول دي مباراة يجب أن يكون هناك روح رياضية. بدأت أرى الحاجات دي في تونس، وطلبنا من النادي الأهلي والاتحاد المصري إنه برضه يحاول في الفترة الأخيرة دي يعمل تهدئة. حقيقة مجلس الشباب في لقاءات كان حقيقة كان على قدر كبير من المسؤولية. قال لك نحن شعب واحد، وإحنا لعبنا مع الأندية التونسية أكثر من عشرات المرات. نعتقد إنه هذا الأمر لن يتجاوز مباراة كرة القدم. حقيقة كانت رسالته واضحة، وإن هم بكل كل احترام للترجي ومن أندية كبيرة في القارة، وده شيء مهم جدا في الفترة الحالية. يجب أن يكون هناك تهدئة، لأنه حقيقة الجماهير هناك مشتعلة جدا حقيقة، يعني خلال صلاتي ان شاء الله الامور تبقى جيده ومناسبه للمباراه النهائيه زي دي. واكيد هتفضل العلاقات يا كابتن شطه ما بين مصر وتونس والاهلاويه والترجويه، ان شاء الله هتفضل علاقات ممتازه، كان مش جيده بس يعني. ان شاء الله. اشكرك على التوضيح، اشكرك على تحت الفرصه. اشكرك كابتن طبعا عبد المنعم شطه، نجم نجوم النادي الاهلي السابق، كان معانا في مداخله مهمه جدا على الهاتف. واكيد يا كابتن حماده كان ليه بعد التصريحات المهمه بخصوص المباراه يعني. يعني طبعا لازم كان يوضح، يمكن هو اتاخد من كلامه حاجات معينه فاهم غلط، يعني فاهم غلط يعني. طيب. هو بيوضح يعني. نكمل كلامنا عن المباراه، خلاص خلصنا مباراه الذهاب، نخش بقى في المباراه الاهم وهي مباراه العوده ان شاء الله يوم الجمعه القادم. المباراه بتاعت العوده شايفها ازاي؟ النادي الاهلي الاسلوب اللي ممكن تكون حضرتك متوقعه النادي الاهلي يبتدي بيه هذه المباراه؟ اكيد طبعا هو لازم يحلل المباراه بتاعت اخر مباراه ليه مع اول اغسطس. التحليل يبقى جيد جدا. المباراه كانت مثيره للغايه. انا شايف المباراه تبقى كده، فيها اثاره. الجمهور كان ليه ده يعني دور كبير في حماس لاعبي الترجي. المباراه راحت من الترجي اكتر من مره، ويمكن
كان في تعقيب من المذيع على بتاع المباراه راحت الاهداف اللي يعني عنده ضعف في حارس المرمى، عنده ضعف في رامي الجريدي اللي كان حارس اللي كان حارس اه ما هو مش هو مش اللي مش لعب مش بن شريفيه اللي لعب المباراه الاخيره امام الاهلي، فعنده مشاكل دفاعيه كثيره جدا. والنادي الاهلي طبيعي جدا في المباراه الخارجيه بيبقى منكمش شويه لورا، فبيقدر يعمل مساحات لوليد ازارو لوليد سليمان، المساحات اللي نقدر نشتغل فيها بالظبط مع الضعف الدفاع اللي عنده، ولكن عنده قوه هجوميه ازاي يبقى فيه واجبات دفاعيه بشكل كبير جدا للعناصر المهمه الموجوده في الترجي اللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا. كان في يعني شفنا سليف كلوبالي اخطا كتير جدا في الفاولات اللي كانت على ال 18 وكانت يعني كان فيها رعونه شويه منه. طب كابتن حماده بمناسبه يعني الاخطاء اللي ممكن يكون ارتكبها لاعبي النادي الاهلي، هل ده ممكن يكون ناتج عن ضغط المباريات الكبير ومشاركه النادي الاهلي في اربع بطولات في توقيت قريب جدا؟ ده بيأثر على مستويات اللاعبين وخصوصا ان احنا عارفين قدراتهم الكبيره بشكل جيد جدا. لا بس انا عايز اقول مستر كارتيرون كان بيحافظ على القوام الرئيسي الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني مش طول الوقت الناس دي بتشارك، بس اللاعب اللي يمكن شارك في كل المباريات تقريبا سالف كلوبالي. سالف كلوبالي اه وكان بيعمل يعني روتيشن واثر على النتيجه على النتائج وعلى الاداء فترات، ولكن هو باصص للبطوله الافريقيه على طول. النادي الاهلي لما بيشارك في اكثر من بطوله بتلاقي في الاداء في الماتشات المحليه في بطوله عربيه الاداء مش هو المرضي ليه، عشان هو باصص للبطوله الافريقيه بشكل كبير. وده اللي شفناه يعني راحت بعض اللعيبه، ممكن زي ما انت قلت سليف كلوبالي يمكن اكثر اللعيبه المشاركه في الفتره اللي فاتت. لا هو كان في حماس زايد من سليف، مع ان سليف عنده خبرات كبيره في افريقيا. لازم يبقى في عندنا حذر شويه. البطوله قبل كده مع مازيمبي. مع مازيمبي. فلازم عندنا حذر في الناحيه الدفاعيه بالذات في الثلث الاخير بتاعنا. اللعيبه بتعرف تاخد فاولات، عندهم خبرات كبيره جدا ازاي هو اعتماده كله على الكور الثابته. الكور الثابته او زي ما قلنا الحلول الفرديه من البلايلي مثلا هو اللي بيشتغل بشكل كبير جدا، وده مكمن الخطوره بتاع الترجي بصراحه. لعيب مميز جدا. بيعرف يخترق، بيعرف ياخد فاولات، بيعرف يخترق، بيخلق فرص للتهديف بشكل كويس جدا بالذات بالحاجات العرضيه اللي بيعملها، تحركه داخل الملعب. يبقى لازم عندي واجبات للناس دي، الناس دي مين يقف معاها بشكل كويس. طبعا هاني لما يلعب على البلاي لازم يبقى واقف على رجليه كويس جدا وقوي صلب، في مسانده من وسط الملعب. نص الملعب ما كانش على المستوى في المباراه الاولى بالامانه، كان حسام والسوليه وكان وليد بعيد شويه، يمكن وليد كان بيهتم بالناحيه الهجوميه اللي بيقدر يخلق لنا فيها الفرص، وده مهم بالنسبه لنا طبعا حاجه. لكن في مباراه الذهاب بالذات يعني يمكن السيناريو اللي اتعمل في ماتش الترجي بره قبل كده كان كنا احنا راجعين، كان وليد راجع بشكل كويس جدا قدام الاثنين، كان في قافلين الضغط، كان ساعتها بيلعب هشام محمد وحسام عاشور، وكان الضغط اللي بنعمله بشكل كويس جدا في المناطق الخطره بتاعتهم. ازاي يبقى في مسانده من اسلام محارب مع ايمن اشرف، ازاي مع حمودي لو لعب مع هاني، الاطراف بيبقى عاملين جبهات دفاعيه كويس جدا. انا بقول بتكلم كتير على الناحيه الدفاعيه عشان دي اللي هتبقى عليها الضغط كتير قوي. وازاي افكر بعد التحول بتاع السريع، هو عنده تحولات سريعه جدا لما لعب في مصر برضه بيبقى واقف في نص ملعبه وقافل مساحاته وبيتحول بسرعه يمكن باربع لاعبين بسرعه كبيره جدا. ده المطلوب من النادي الاهلي هناك، النادي الاهلي هناك في وقت انت بتعمل الضغط الامامي في سيناريو معين انت بتعمله، ازاي بتعمل الضغط الامامي في حتت معينه، وازاي بتلم نفسك في وقت معين، بتبقى قافل مساحات، ما بتديش فرصه للفريق اللي يقدر يحضر عشان يطلع الكره في مساحه. اهم حاجه ما تخليلوش مساحه للعب خالص. يعني بالذات اللعيبه اللي هي مهريه الاطراف البدري والبلايلي الشعلان اللي في وسط الملعب دولت اماكن الخطوره بتاعه الترجي، هو بيعرف يوصل كويس قوي وبسرعه على الاطراف عشان يعمل كره عرضيه اللي بيبقى فيه تكمله جامده من طه من الشعلاني من الناحيه الثانيه اللي بيكمل البلايلي او انيس لو انيس اللي بيطلع من الناحيه الثانيه تلاقي الشعلاني داخل، فعنده زياده عدديه اي كثيره جدا في ال 18. التمركزات بتاعتنا لازم تبقى جيده جدا. هو التركيز يعني اول حاجه التهيئه للمباراه نفسها قبل المباراه، التهيئه نفسيه ازاي اللي انا ابقى داخل الملعب بس مش باصص لبره الملعب. يعني لما يعني اللعيبه في داخل الملعب ما ينشغلوش باللي بيحصل بره. صح.
ده مهم جدا وده موجود في النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي موجود لاعبين النادي الاهلي متعودين على الجزئيه دي بشكل عندهم كبير. من الخبرات، بس دايما المدرب بياكد الحاجات دي، ومستر كارترون عنده الميزه دي، عنده الميزه بتاعه ازاي بعمل استنفار عند اللعيبه، ازاي بهيئ اللعيبه لمباراه زي ديت، اللي هو بقى ما خلوش بقى اوفرلود، ما خلوش متنشن قوي، لا يبقى واقف في المستوى في النص كده، واقف صح، ما يبقاش في تنشنه زياده، عندك ثقه وعندك استحواذك وعندك كل حاجه، ولكن اهتمام قوي جدا بالمباراه في التهيئه اللي قبل المباراه دي في المباراه الكبيره، ده المطلوب فيها، مطلوب فيها التواجد بتاع النادي الاهلي، الخبرات الموجوده عنده، ازاي عنده الثقه، ازاي مش خايف من الموقف نفسه، ما في لعيبه بينزل في المباراه دي ما بيقدرش، الضغط الجماهيري مع القوه الهجوميه اللي هتبقى موجوده، ممكن تلاقي الحكم برضو يتغاضى على بعض الحاجات اللي شفناها في مباراه اول اغسطس، يعني كانت كل الحاجات اللي هي فيها شك بيديها للترجي، ممكن تلاقي ده موجود هنا موجود، فما ما تشدش مع الحكم برضو، دي مهم جدا ان انت تكسب الحكم في صفك طبعا، عشان انت بتعمل تنشان زياده، ضغط اعلامي كبير بعد المباراه الاولى بالظبط كده، ده هياثر بشكل كبير على المباراه. طيب اكيد دي جزئيه مهمه، لكن تتوقع الشكل اللي لعب بيه مستر باتريس كارترون وايضا معين الشعباني المدير الفني للترجي، نبتدي مستر باتريس كارترون، هل يامن الاول نص الملعب او وجهه نظر حضرتك الفنيه شايف ان هو يبتدي ازاي هذه المباراه بالسيناريو بتاعها، وفي المقابل معين الشعباني مدرب الترجي هل هيبتدي ضاغط هجوميا ولا هيكون عنده توازن، خصوصا ان هو ايضا كمان محتاج لهدفين ضروري عشان يقدر يفوز باللقب يعني. بالظبط، يعني بص انا مش شايف يعني الاهلي والترجي مش هيغير كتير في التيم خالص، يعني ده مثبت التشكيل، يمكن نفس التيم ده اللي لعب معانا من شهرين هو تغيير بس الباك ليفت مثلا هو اللي اتغير، ربيع نزل مكان مش فاكر الاسم، لكن نفس التشكيل هو النادي الاهلي نفس التشكيل بتاعه ما بيغيرش، يمكن تغييره بتبقى في اضطراريه لو في مثلا احمد فتحي مش موجود خلاص يبقى هاني المتواجد، الناس الموجوده في الملعب يعني دي اللي رجليها يعني في الملعب وعندها الموجوده في الملعب بقى لهم فتره هم اللي هيكونوا متواجدين، لكن اسلوب اللعب بقى اشك يبقى حد عامل مفاجاه في تشكيل في صعب. التشكيل بتاعه صعب في مباراه بالظبط، لكن صعب. هي السيناريو بقى بدايه المباراه عامله ازاي، مين هياخد المبادره في الاول، النادي الاهلي لو باخد فرقه ترجي بهدف هيلخبط حساباته ويخلي الجمهور ده ضغط عليه طبعا. مش على النادي الاهلي، ضغط على لعيبته اكتر، هي البدايات ازاي تبقى بدايتك قويه في مباراه زي ديت، يعني البعض يا كابتن حماده بيقول ان الاهلي يبتدي بتامين دفاعي وتامين في نص وسط الملعب، ما تضغطش نفسك، البعض الاخر بيقول لك لا الاهلي يلعب بشكل طبيعي جدا التوازن ويحاول بتاعه يخطف هدف بالزبط. انت مع انهي اتجاه فيه؟ انا مع التوازن بتاعه، لكن انا لو نزلت من بدري اللي انا راجع قوي قوي في وسط ملعبي هيبقى خطر، هيبقى خطر جدا، هو بيشتغل على الكره الطويله يعني تلاقي الكره الطويله ومسبب لك مشاكل يعني احنا غلطنا برضو في مصر هنا، خروجنا من الكره من تحت مش قادرين نخرج، فاضطرينا نلعب الكره الطويله اللي هي كانت لصالح الترجي معظم الوقت، لكن لما مسكنا الكره وقدرنا، لما بيلعب بالطريقه دي على فكره يعني الاهلي دايما كورته على الارض، والله احنا بقى لنا فتره يمكن ماتشين ثلاثه لعبنا على الارض، لكن بقى لنا فتره برضو بنلجا للكره الطويله، ده من نص الملعب يعني معلش، ده نص تمام. الملعب هو اللي بيقدر يعمل التواصل للخطوط كلها، هي اتصالات من نص الملعب، المدافعين ورا ببني ازاي، نص ملعب بتحرك ازاي، الاطراف بتشتغل ازاي، بنعمل ده التواصل، ده التكتيك بتاعني بشتغل ازاي، في ازاي اقدر اوصل الكره، بس السرعه بتاعت التمرير، التحرك بدون كره، الحاجات اللي مميز بيها النادي الاهلي، الحسابات مختلفه في المباراه النهائيه، انت هتبقى رد فعل ولا الفعل، بدايتك عامله ازاي، يعني دايما البدايه بتاعتك السيناريو بتاعك عامل ازاي؟ لما تيجي ترجع انت فاكر مباراه الصفاقسي كان في تكتيك عالي جدا مع عامله مانويل جوزيه، مانويل جوزيه طبعا في 2006 امن ينسى اي تفاصيل المباراه 1-1 في مصر هناك بدايته تقول ايه ده هو مش عايز يطلع لقدام خالص، هو ابتدى لعب اكوتي ساعتها في نص الملعب مع اعتقد حسن مصطفى، كان في حد كمان في نص الملعب انا مش فاكر التشكيله، بس انا بقى فاكر التكتيك نفسه لعب ثلاثه يعني في نص الملعب، كان في فكره معموله وتغيير عماد متعب في الدقيقه 40 عشان ياخد الاحساس بالظبط، وبدايه الشوط الثاني عامله ازاي، فكان في الماتشات دي محتاجه سيناريوهات، امتى هبتدي هدافع، امتى هروح اعمل الضغط الامامي بالظبط، امتى هبتدي اشتغل في توقيتات، انت اللي كسبان، هو اللي عنده صربعه اللي يجيب جون، محتاج يطلع بيجيب لك جون الشوط الاول والشوط الثاني يبقى ليها حسابات ثاني طبعا، انت نفس الكلام اللي عندك حساباتك
اللي انت ازاي في وقت معين تلاقي المساحه بتاعت ازار السرعه بتاعته، التكمله بتاعت وليد، التكمله بتاع حمودي، التكمله بتاع اسلام محارب، ربنا يوفق اللي هيكون موجود. امتى هعرف اشتغل اروح الدفاع اللي هو دفاعه ضعيف جدا، الاطراف حتى عنده في ضعف في العمق، عنده مشاكل، ابعد عن نص الملعب، نص الملعب بتحاول تلعب على الاطراف بشكل كبير جدا. رغم غياب فرانكم في المباراه دي ممكن تستغل ايضا، ما تعرفش مين مين البديل بتاعه. تمام. بس عندهم نص ملعب قوي، نص ملعب بيعرف يطلع بالكوره بشكل كويس. كوليبالي لعيب كويس جدا بصراحه، كوليبالي هايل، والشعلاني كويس جدا طبعًا. بيشتغل اللي هو تحت راس الحربه، بيشتغل مع طه ياسين، بيتبادلوا مع بعض، هو بيعرف يكمل كويس جوه ال 18. الكره الثانيه مهمه جدا، في لو ابتدى انت لو قفلت له مساحات هيبتدي يلعب على الطويل. الطويل ده محتاج مين واقف صح في الكره الثانيه، سوليه، حسام عاشور، وقفتهم عامله ازاي، الحاجات دي المفروض يعني طبعا مستر كارتون اكيد بيكلم اللعيبه في الحاجات دي، ومذاكره المباراه بشكل جيد، يعني تحليل الفرقه في الماتش اللي هنا، تحليل ماتش اغسطس اول اغسطس يتحلل بشكل كويس جدا. الفرقه عرفت توصل، فريق اول اغسطس عرف يوصل ويجيب اهداف من واحده من كره ثابته وواحده من تكمله، وظهر مساحات كتير عندهم ورا، هدف لم يحتسب. انت لما بتوصل قدرت كمان لم يحتسب بالظبط بصراحه، قدرت توصل عند بتسبب له مشاكل كبيره جدا. لكن ما تخليش الكوره معاهم وهو في نص ملعبه والمهاجمين بيشكلوا خطوره كبيره جدا عليك. الماتش صعب قوي، صعب جدا، يعني من اصعب اللقاءات. البعض شايف ان النتيجه البعض شايف ان النتيجه يعني هتعتبر مطمئنه شويه، لكن ده على ارض الواقع اعتقد ان صعب جدا. انت بتلعب فريق كبير جدا بحجم الترجي وسط جماهيره، كمان الجماهير هتكون غفيره متواجده في الملعب. الفريق وصل لمرماك اكتر من مره. الفريق كان ممكن يخرج المباراه 3-2. الكره الاخيره بتاعه الشناوي القدري يقفل الزاويه بشكل كويس جدا. فعنده المهارات اللي يقدر يوصل بيها بشكل كويس. انت كنت مديله مساحه، يعني ما كانش بتعمل الضغط كويس بالذات في نص الملعب. مدي مساحه للبلايلي يبتدى بيستلم، ما تخلوش يستلم، ده لعيب خطير جدا طبعا، عنده المروعه وعنده المهاره وبيعرف يوصل كويس جدا. عندهم شراسه جوه ال 18. انت لازم تبقى قوي جدا واقف بشكل كويس جدا، انت ما توصلوش لمرحله الخطوره. ازاي تقف في الملعب وتعمل الوقفات الدفاعيه بتاعتك السليمه، التيم كله بيهاجم جماعي، مساحاتك كلها قريبه من بعض، ده مهم. حاجات كتيره جدا في المباراه دي ليها حسابات وليها استراتيجيه بتلعبها انت هناك بره. زي ما قلت والنادي الاهلي ان شاء الله قادر يسجل الهدف ده، هيفرق بشكل كبير جدا هناك ان شاء الله. بالنسبه بقى للاستراتيجيه اللي ممكن نكون متوقعينها لفريق الترجي ومعين الشعباني مدير الفني، حضرتك تتوقع ان هو يبتدي ازاي اسلوب لعبه في المباراه دي؟ هو مش هيغير طريقه لعبه، يعني زي يعني لو اتفرجت على المباراه اللي قبل كده بتاع اول اغسطس، هو نفس الشكل بتاعه. بيعتمد على الفرديات اللي هي الاطراف، بيعتمد على القوه بتاعت نص الملعب، بيعرف يمسك نص الملعب بشكل كويس جدا، بيعرف يوصل. لكن كل يعني اول ما بتقطع الكوره بتتنقل الناحيه الثانيه عنده، بيبقى عنده خطوره، بتظهر مساحات في خط ظهره بشكل كبير. تمام. عندهم تهور، عندهم اندفاع بشكل قوي جدا، حتى الطرد اللي هو اللي مش هيتلعب ماتش اللي هو الزوادي، شمس الدين زوادي، هو مميز في الكوره الهوائيه. لكن على الارض لتحت في مشاكل عندهم ورا. فبس هتلاقي دايما هو قريب، يعني عارف الخطوط بتاعته، هتلاقي دايما عامل ضغط عليك، ضغط عليك. دي لازم استغلها، لازم اشوف الوقت المناسب. تحرك ازارو مهم جدا في المباراه دي، اكيد هو تحركاته بصراحه ما يبذلش يعني بس باوقات بيبذل مجهود زياده عن اللزوم. لازم يعني يامن نفسه شويه في حته المجهود. ازاي اختار التوقيت اللي انا اخلق المساحه اللي هاجري فيها؟ طبعا دي محتاجه الراجل صانع اللعب اللي في نص الملعب. وصانع اللعب عندنا النهارده مش عايز اقول وليد سليمان لوحدي، احنا شفنا عمرو السوليه بيطلع ازاي جنب وليد طبعا. ده مهم جدا، ما يبقاش وليد لوحدي في الحته دي واثنين الديفندر راجعين له قوي لورا، فالمساحه دي بتعمل لنا مشكله. لازم وليد يبقى قريب، لازم ممكن نلعب اربعه قدام حسام وقدامهم وليد وعمرو السوليه، يعني في اوقات من المباراه لازم الاثنين دول يبقوا قريبين من 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 بعض، يعني السوليه بالذات ما يبقاش وليد لوحدي، يبقى تعتمد انت على وليد بس هو اللي بيصنع اللعب. لا، ممكن حسام عاشور في وقت هو اللي بيصنع اللعب، السوليه هو اوقات هو اللي بيزيد بشكل كويس، يبقى في زياده عاديه في التحولات بتاعتنا. وانا بهاجم انا بقطع الكوره، لازم الكوره بتاعتي سريعه في التحول الهجومي بشكل كبير. تمام. هتفرق معانا كتير جدا، لكن مش هعتمد كل مره ان انا الكوره مع وليد
طول الوقت هو اللي هيبتدي، هو اللي مش هيخلص، مش هيقدر. ومش كل كوره هتلاقي وليد ازارو عامل له مثلا 100 سبرنت في في كل كوره، لا لازم في هدوء شويه. امتى هتحرك؟ امتى هعمل السرعات بتاعتي؟ امتى هستغل هاني بار لما يطلع؟ امتى هستغل ايمن اشرف؟ مش طول الوقت الاثنين ثابتين، لا لازم واحد بيكمل واحد مستني. يعني عندنا مجموعه بتقف لما الكره تبقى معانا، ازاي المجموعه الدفاعيه واقفه صح عشان الهجمات المرتده اللي لو في ميس باص، يعني برضو الميس باص كان كتير قوي هنا في مصر. يعني ما بنكملش من عندنا وما عندهم، يعني عندهم ميس باص عندنا ميس باص. المباراه بشكل عام من الناحيه الفنيه كانت ضعيفه جدا، صعبه مش حلوه، لكن هي فيها مجهود بدني كان عالي قوي، فيها تكتيك دفاعي من الفرقتين قوي جدا، كل فرقه عايزه تقفل مفاتيح اللعب، وسايب انت سايب الامور للحلول بتاعه اللعيبه داخل الملعب، انت سايب لوليد يحل، ازارو يحل، لكن كشغل بتطلع بالكوره بتعمل تواصل بين الخطوط ما كانش موجود. طبعا. ولا عنده هو نفس الكلام. بس جت خطوره منه هو كتيره قوي. كان في خطوره من عندهم، كان في خطوره من عندنا يعني نوعا ما. مش هي دي برضو، لكن اللي هتعبر عن النتيجه برضو. تمام. يعني مش اللي يقول 3-1 يبقى المباراه قويه جدا ومن هنا ومن هنا واستحواذ من النادي الاهلي، لكن النتيجه ما تعبرش عن سير المباراه، ولكن النتيجه كانت صالح. ودي المباراه النهائيه فيها اداء من كده. المباراه النهائيه انت 3-1 خلاص كسبت 3-1 جوله اولى، لازم افكر في الجوله الثانيه بشكل واقعي ودراسه الخصم بشكل كويس جدا. طيب عايز اخد تقييم حضرتك لمحمد هاني لما نزل مكان احمد فتحي المباراه السابقه، وطبيعي او البديهي ان محمد هاني هو اللي هيلعب مكان احمد فتحي المباراه المقبله. تقييمك ايه للدقائق اللي لعبها محمد هاني، وخصوصا ان هو بصراحه يمكن ظهر بشكل مرضي يعني. خلاص انت حل. ايوه لا يعني لا يعني انا راضي. الرؤيه الفنيه طبعا بتبقى مختلفه لا لينا يعني. كلنا كان مرضي. يعني الواحد كان قلقان بقى وهو بعيد عن الملاعب بقى له فتره. يعني برضو ما بياخدش باستمرار هاني لما كان بيبقى ثابت في المكان ده وخد ماتشات كتير قوي. قلنا يلعب منتخب مصر بالظبط، ظهر بشكل كويس جدا. لكن لما بيبعد هو لعيب كورته حلوه كمان. واكيد هو تقل شويه الوقت. كويس ابتدى يفكر. يعني برضه هاني اللي عايز المدرب يتكلم معاه كتير عشان ما يبقاش في قلق عنده او خوف. احسن لعيب عند الترجي بيلعب ناحيته البلايلي، هو اخطر لعيب. هاني عنده السرعات، عنده القوه الدفاعيه كويس، بيدافع بشكل كويس جدا. عنده التحول السريع، بيعرف يكمل بشكل كويس جدا. وهاني محتاج ما يبقاش في توتر عنده بس هيبقى كويس جدا. لكن هو لو توتر او خاف من المباراه بتبقى ثغره عندك بالامانه. تمام. لكن هاني لعب كويس جدا. هاني راح منتخب مصر وهو ما بيلعبش في النادي الاهلي. من الحاجات المحطوطه من اللعيبه اللي بروميسنج وواعد ومحطوط في منتخب مصر من الناس هيبقى ليهم مستقبل وبينضم كل معسكر، فدي حاجه كويسه جدا. دي بتدي له ثقه ان شاء الله. يبقى هاني موفق باذن الله، يبقى هو مفتاح لعب ليك برضو، مش هيبقى دافع بس، يبقى دفاعي وهجومي. مهم جدا انت في الحاجات دي بتوقف كويس في وسط الملعب. واللي بيشكل لك خطوره كبيره الاطراف. اكيد. يعني لو اشتغلنا الجبهات المباراه هتبقى في العمق مقفوله بشكل كبير جدا. تمام. فحلها اللي انت تقدر ازاي تطلع بهاني في كوره معينه مع حمودي، الاثنين بيعملوا جبهه لو لعب حمودي. محتاج برضو المهاره الفرديه بالزبط. اللي هتحل في وسط الزحمه بتاعت وليد سليمان، بتاعت حمودي، بتاعت اسلام محارب، يبقى انشط شويه هجوميا. اسلام بيبقى بيشتغل دفاعيا كويس جدا، يعني بتلاقيه بيقفل الجبهه بتاعته بالزبط. كويس جدا. بيشتغل مع ايمن اشرف في الجبهه، مفيش خطوره يعني، نادرا ما تلاقي خطوره من الجنب ده اكتر. لكن في خطوره بتلاقيها عند حمودي شويه، حمودي بيخش جوه الملعب كتير. رجوعه مع الباك بيبقاش مش كتير، لكن هناك اكيد اوتوماتيك بتلاقيه بيرجع. خطوطنا بتبقى قريبه، في تراجع لورا في ال 35 متر لورا، هيبقى فيها لقف المساحات. طيب في بعض الامور اللي ممكن ما تكونش ظاهره للناس من خلال العوامل النفسيه الخاصه ببعض اللاعبين، وتحديد عايز اتكلم على عمرو السوليه ووليد سليمان. عمرو السوليه النهارده تم اختياره انضمام لمنتخب مصر اخيرا بعد فترات كبيره. في المقابل وليد سليمان اعتقد يعني عمرو السوليه هيكون معنوياته مرتفعه طبعا بعد انضمام منتخب مصر. في المقابل وليد سليمان بعد الاداء الرائع اللي بيأديه على مدار الموسم برضه ما تمش اختياره للقائمه الخاصه بمنتخب مصر. هل ممكن يتاثر وليد سليمان نفسيا؟ الجزئيتين دول حضرتك شايفهم ازاي بالتحديد؟ وليد اتاثر ساعه ما راحش كاس العالم، بس
بس يعني احنا كنا بنتكلم والله قبل يعني كان وليد متألق الفتره دي زياده فعلا، لكن قبل كده كان متألق وكنا بنطالب ان وليد لازم يكون مع منتخب مصر طبعا. كاس العالم انا والله اتكلمت كتير جدا على وليد وعلى عمرو السوليه في كل مقابله اي حقيقة. تحليل مباراه بتكلم الاثنين دولت مهم جدا يكونوا موجودين في مصر عشان يستاهلوا ادائهم خبراتهم. ما اعتقدش وليد عنده خلاص عنده خبره كبيره جدا، ما اعتقدش عدم اختياره هيأثر معاه. هو أثر معاه صراحه واتكلم معايا كتير جدا ساعة كاس العالم. هو كان حلم لاي لاعب ان هو يكون متواجد في، وهو كان حقه يروح، كان يعني صراحة. عمل لكن كان اختيارات مستر كوبر للمجموعه اللي لعبت معاه المشوار كله كانت زي ما تقول مكافاه معنويه للناس اللي وصلوه كاس العالم. في مقابل عمرو السوليه هيكون معنوياته مرتفعه وهي يعني هيزداد تألقه كمان ان شاء الله ان شاء الله هو يستاهل عمرو السوليه يستاهل. عمرو يمكن اللي حرمه ساعتها كان الاصابه كان ممكن ينضم في المنتخب مصر، لكن عمرو من لعبه كويسه جدا من الديفندر اللي هو بيكمل بشكل كويس، كورته كويسه، عنده قوه دفاعيه بشكل كويس. يمكن هو مختلف شويه عن حسام، طبعا حسام طبعا من اللعيبه القويه جدا طبعا. اللي بيعرف يعني ميزه النادي الاهلي استحواذ يعني حسام عاشور هو اللي بيعرف يدور الكوره بشكل كويس، لعيب كبير طبعا قدراته عاليه جدا في التسليم والتسلم وتدوير الكوره بشكل كويس جدا. فلا عمرو يستاهل يبقى موجود في منتخب مصر، ياب الاختيار ده يبقى له مردود عنده في الملعب في المباراه النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله. في جزئيه اخرى برضه هي خاصه بغياب فرانكو، واتكلمنا على الغياب ده اكيد هيكون مؤثر بالنسبه لفريق الترجي. هل ممكن يكون في تفكير عند مستر باتريس كارتيرون ان هو يستغل هذا الغياب بتواجد ثلاث عناصر في نص الملعب، مثلا لو هشام محمد لائق لخوض المباراه يكون بجانب عمرو السوليه وحسام عاشور، ولا راي حضرتك الفني ايه بخصوص هذه الجزئيه؟ يعني وارد يعني وارد طبعا حسب مستر كارتيرون. فكره يمكن قلناها في اكثر من استوديو ان ممكن في مباراة زي دي يلعب بثلاثة ووليد يلعب على طرف من الأطراف، يبقى في اثنين تحت أزاره منهم وليد سليمان وممكن يا حمود يا إسلام محارب، الاثنين دولت ويملى نص الملعب. لو الحالة الفنية بتاعة هشام كويسة يعني أهم حاجة، هو عنده إصابة يعني خفيفة كده في العضلة الخلفية لسه يعني ما اتضحش هل هيكون جاهز للمباراة ولا لا، يبقى ما أعتقدش هيلعب. بس كان بيتم أو التصريحات اللي كانت طالعة إن بيتم تجهيزه لمباراة الإياب يعني، يا رب يعني وارد ان هو يكون متواجد. اصل لازم ان شاء الله يبقى يعني باذن الله يبقى جاهز حتى لو ما بداش المباراه، انت محتاجه في اثناء المباراه طبعا، بتيجي في وقت من الوقت انت محتاج بالظبط النتيجه في صالحك، انت محتاج تمسك الكره بشكل كويس جدا. يعني برضو كل ما الكره تبقى معاك وفي سرعه في تدوير الكوره والاستحواذ بتاع النادي الاهلي ده، طول ما الكره معاك انت بتهمد الفرقه الثانيه، بتفقد الثقه فيهم، خطوره ممكن تيجي ليك طالما الكره معاك انت قادر تستحوذ عليها. لكن اللي شفناه في مباراه مصر احنا مش قادرين نستحوذ على نص الملعب خالص، يعني مش قادرين نعمل ثلاث اربع باصات والثالثه بنعملها كره طويله لوليد ازارو، بيفقدها وليد ازارو، بتروح لوليد سليمان بيعرف يشتغل فردي كويس جدا وبيعرف يطلع. يمكن كان في تحفظ شويه من الاطراف، يمكن ما شفناش ايمن اشرف وقت كبير بيطلع، ما شفناش فتحي قبل، يمكن فتحي في الكره اللي طلع فيها جاله رجعت الاصابه تاني. فمهم جدا يبقى لينا دور في نص الملعب، يعني المعركه كلها هي معركه وسط الملعب في المباراه دي. المعركه الحاجه الثانيه الكره الثانيه، لو لجا هو للكره الطويله ازاي ما اعملش فاولات، ازاي اقدر اخد الكره الثانيه بشكل كويس جدا، محتاج التركيز واحتاج الوقفه بتاعه الفريق عامله ازاي. مباريات زي دي يا كابتن حماده واكيد حضرتك عندك خبرات كبيره يعني في سواء في التدريب او كلاعب كره، مطلوب ايه من اللاعبين؟ الكلام اللي يتقال للاعبين قبل مباراه مهمه زي دي امام الترجي التونسي. ما احنا اتكلمنا فيها كل الحاجات اتكلمنا فيها، التهيئه للمباراه، يعني الحاجات الفنيه اللي بيتكلم فيها مستر كارتيرون والجهاز الفني اللي معاه، شرح كل الاخطاء اللي كانت موجوده. احنا بقى لنا فتره في اخطاء كتيره جدا بالذات اخطاء دفاعيه موجوده عند النادي الاهلي، حتى في الماتشات المحليه، الماتشات ماتش الوصل الاماراتي، ماتشات الافريقيه بتاع كامبالا سيتي، الحاجات دي كلها
اكيد مش عايزين نشوفها في في المباراه دي يعني. تقليل الاخطاء مهم جدا جدا. في اخطاء تحصل بس تبقى اخطاء يعني اقل يعني. المباريات دي عايزه اخطاء قليله قوي. ما تدخلش ما تبقاش في منطقه خطره عندك. يعني ممكن اغلط في نص الملعب، اغلط في الناحيه الهجوميه عندي، لكن في الجزء الاخير ده مفيش اخطاء. مفروض يعني تحاول توصل لنسبه عاليه ان انت ازاي تقف صح، يبقاش في مساحات تقدر تديها. حته الضغط اللي الاهلي مميز بيها، لا عايز اشوفه في المباراه دي. يعني لازم يبقى في ضغط قوي جدا في نص الملعب. تمام. ما يبقاش في استلام، هم بيستحوذوا في نص الملعب ليه؟ عشان ما فيش ضغط. مكان ما بتقطع كرة مني، النادي الاهلي عنده القدره اللي بجيب الكرة مكان ما بتقطع مني الكرة فين؟ قطعت هنا مثلا عند وليد سليمان ناحيه اليمين، تلاقي الضغط كله جاي هنا بالزبط. كويس جدا. ده المطلوب في الماتشات ديت، اللي انا ما ادلوش فرصه يفكر يعمل ايه. ما هو ممكن يفكر من ورا، يبني براحته ورا، لكن لما يخش في المنطقه بتاع نص ملعبي ازاي ما ادلوش يعني يقدر يتحرك، ازاي ما ادلوش يعمل ثرو باص للبلالي، لانيس، لطه اللي بينزل يستلم. لا ده كله لازم يبقى فيه ضغط قوي جدا. الضغط مهم جدا في المنطقه بتاعتي بتاع ال 30 متر في نص الملعب، ازاي الفرقه كلها واقفه خطوطها قريبه من بعض، مفيش مساحه للاستلام. ده المهم جدا. انت كسبان 3-1 يعني انت مش محتاج دلوقتي، يعني انت لو انت متعادل او متعادل 1-1 قدر الله هنا بتبقى محتاج تجيب هدف. فبقى عندك ازاي هتفكر تبقى تفتح الملعب وتروح تجيب. لكن انت كسبان، طول ما الوقت بيعدي طول ما انت اللي كسبان الثقه بتيجي لك انت والتوتر بيجي له هو. طيب اكيد دي جزئيات مهمه برضو. من ضمن الاشياء المهمه يا كابتن حماده هو مرافقه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للبعثه، كان رئيس بعثه وهو يمكن اصر على هذه الجزئيه. مدى اهميه الموضوع ده ان الكابتن محمود الخطيب سواء باسمه الكبير او كرئيس نادي النادي الاهلي ان هو يكون متواجد مع البعثه ان شاء الله في رحله مهمه زي دي؟ طبعا بتدي ثقه كبيره للاعيبه، بتدي ثقه للجهاز. الرئيس مجلس اداره طالع رئيس بعثه في مباراه مهمه، مباراه نهائيه، اكيد بتدي دافع قوي جدا، تعمل دوافع عند اللعيبه مهمه جدا. ما دي اللي بقول لك، دي العوامل خارج الملعب اللي بتعمل تهيئه للعيبه للمباراه. ازاي نازل عنده دوافع قويه جدا، ده من ضمن الدوافع لرئيس النادي كابتن محمود الخطيب متواجد كرئيس بعثه في المباراه ديت. واللعيبه كلها عارفه، مصر كلها وراهم اكيد طبعا، ويبقى بيخلق عندهم دوافع قويه داخل المباراه ان شاء الله. تمام. تلاحم البطولتين ورا بعض، يعني دوري ابطال افريقيا ان شاء الله يخلص هيبقى فيه قرعه وعلى طول هيبقى فيه بطوله اخرى، هل ده في صالح النادي الاهلي من وجهه نظرك ولا شايف انه هيضر بالنادي الاهلي شويه خصوصا ان هو بيشارك في عدد من البطولات الاخرى؟ هي سنه استثنائيه السنه دي. يعني مش هتحصل، يعني ما اعتقدش هتحصل تاني ان انت هتقعد تشارك في 4 بطولات في وقت واحد. بالظبط. ولازم يبقى ليها، وده عليك وكل الفرقه اللي هي واصله زيك نفس الكلام بالنسبه له، اللي بيشارك في افريقيا وبطوله عربيه وعند دوري وكاس. فدي هتبقى سنه استثنائيه. احنا اهم حاجه تفكر فيها البطوله بس الماتش الجاي، ما بتفكرش بعد كده هتعمل ايه. يعني تخلص ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله بالكاس باذن الله، بعد كده هتفكر ازاي يبقى عندك الفرقه الكبيره اكيد عنده البدائل بشكل كويس. البدائل، واكيد هيبقى في تركيز على المعد البدني، ازاي يهيئ اللاعبين بدنيا كمان المباراه دي يا كابتن حمد. المباراه دي او البطوله عفوا، البطوله بعديها على طول يعني. اكيد بس يعني ده على تلاحم البطولتين مع بعض. بص هو ده بيعتمد على التيم ككل، اللي هي مثلا ال 25 لاعب اللي عندك. تمام. مع المجموعه اللي هي تحت السن اللي معاك. لازم كله يبقى جاهز. اكيد. وده انا كان ليا اعتراض عليه، ده مش موجود عندنا في النادي الاهلي. لما جينا احتاجنا المجموعه اللي هي اعمل بيها الروتيشن ما ظهرتش بالشكل المفروض نشوف فيه. يعني عامه النادي الاهلي من زمان اي حد بعيد بعيد بتخش بتلاقي جاهز، تقول ده ايه ده، يعني ما بتحسش بالنقص اللي موجود في داخل الملعب. بالظبط. بتحس ان اللعيبه كلها جاهزه، ودي مسؤوليه اللعيبه اللي بتمرن كويس جدا، لازم تتمرن كويس جدا. مسؤوليه الجهاز الفني ازاي بجهز اللعيبه ديت، وابقى من خلال ماتشات وديه، من خلال اللي انا ممكن انزل العب مع 97، شفناها بعض اللعيبه ينزلوا عشان ابقى جاهز طول الوقت. انا متهيألي كل اللعيبه لعبت وكل اللعيبه هتشارك، كله لعب وكله هيشارك، ولكن احنا شفنا بعض اللعيبه
لما شاركت ما كانتش جاهزه فنيا ولا بدنيا. فده مسؤوليه اللعيبه زي ما قلت، مسؤوليه الجهاز الفني. برضه الفتره الجايه انت محتاج زي ما انت قلت القرعه تعمل على طول بعد بالظبط بعد البطوله، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونروح كاس العالم الانديه. امبارح بس هيبقى ليها ميعاد تاني. فده مهم جدا الناس كلها تبقى جاهزه مع في يناير ان شاء الله يبقى في القايمه ممكن هتزيد شويه. اكيد ده مهم جدا عشان التيم اللي بيشارك في اكثر من بطوله يبقى عنده عدد وافر من اللعيبه تقدر تعمل الروتيشن وانت مرتاح. النادي الاهلي كان بيعمل التبديلات ديت وهو مضطر، اصابات، ايقافات، فبيبقى غصب عنه بيعمل. لا انا عايزه يعمل له وهو مرتاح، اللي هو بيعمل اللعيبه دي عندي جاهزه مش مشكله. وليد قعد، يبقى في ناصر ماهر اللي بدا كويس وبعد خالص، اللي بعد هو بعد نفسه مش الجهاز اللي بعده. احمد حمدي يبقى جاهز. يعني بمثل امثله. هو في لعيب كمان انا كنت عايز اسال حضرتك عليه، هو اكيد مهم جدا يعني مع النادي الاهلي على مدار السنوات القليله الماضيه، وهو مؤمن زكريا. هل هو برده من ضمن اللاعبين اللي بعدت نفسهم من وجهه نظرك زي أكيد. ناصر ماهر؟ بص، مفيش مدرب بيبعد لعيب. انا مقتنع من ايام ما كنت بلعب ومع خبراتي في التدريبيه بحس اللعيب هو اللي بيبعد نفسه. اللعيب هو اللي بيدخل نفسه داخل التيم وهو اللي بيبعد نفسه. انا كمدرب شايف الحاله اللي قدامي عامله ازاي، حاله فنيه كويسه بيبقى غصب عني بحطه بالظبط، لكن شايف في حاله الحاله بتاعته مش جاهزه او تقصير منه شويه في التدريبات، وانا بلعب على بطوله. يعني طول الوقت انت بتلعب على بطوله، اكيد طول الوقت بتلعب على 3 نقط. مش بلعبش في فريق في وسط الجدول او فريق بعمل يعني عايز ادي وخلاص. التعادل بالنسبه لي مرضي، فطول الوقت انا كمدرب انا بلعب على بطوله على 3 نقط على طول. اكيد فمحتاج لعيب جاهز، مش محتاج يعني عدم يعني عدم تركيز عنده. اكيد ده مأثر عليه بشكل كبير. كان احنا كنا في احتياج كبير جدا المؤمن يبقى موجود في مباراه زي ديت. اكيد طبعا، خصوصا عنده خبرات، يعني عنده خبرات كبيره وبيعرف يعني زي وليد سليمان بره ملعبنا، يمكن اللعيب الوحيد اللي تحس اللي هو مش فارق معاه بره ولا جوه، بيسجل وبتلاقيه عنده قوه في الملعب، مفيش التوتر شويه. يعني بعض اللعيبه عندهم شويه كده من اداؤه خارج غير داخل الملعب. مؤمن من اللعيبه اللي هي بره بتلاقيها عامل شغل كويس لما بيبقى جاهز ومركز، بيفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا يعني. طيب بتمنى له الفتره الجايه يا رب يبقى سواء هو خد قراره وقعد وركز مع النادي الاهلي ان شاء الله، خصوصا انه احد العناصر المهمه والجيده جدا، سواء هو او ناصر ماهر او احمد حمدي كمان اللاعبين المبشرين كمان. لكن عايز من حضرتك طبعا رساله لجمهور الفرقتين، يعني احنا سامعين تصريحات سواء من هنا او من هنا، كلام كتير عن المباراه، عن الجماهير، يعني الكلام اللي حضرتك المعتاد اللي احنا بنشوفه اليومين دول، ايه الرساله اللي انت حابب توجهها سواء لجمهور الترجي او جمهور الاهلي ان شاء الله اللي هيأزر الفريق من خلال الاستاد رودس؟ انا مش هوجه للترجي، الترجي طبعا لا انا قصدي بمناسبه يعني الكلام الكتير المسؤولين هم المسؤولين الكبار في الجانبين او بالذات في الجانب التونسي، يمكن لازم يبقى في هدوء شويه. هي مباراه كره قدم، هم حاسين بظلم وقع عليهم، ظلم تحكيمي وغير مقصود من النادي الاهلي. النادي الاهلي لا ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. حكم وفي قرارات، ممكن القرار دوت مش عاجبه هو، في قرارات ممكن ما يعجبنيش انا. قبل كده كان في قرار في مباراه نهائيه مع الترجي جون انرامو قبل النهائي، كان بالظبط كان قبل النهائي، كان بالظبط يعني بيمر على فريق حاجات كثيره تحكيميه. لكن انا بتكلم بجمهور النادي الاهلي اللي هيسافر ان شاء الله، يبقى مثال، يبقى هو عامل ايجابي لفرقته، بيشجع باحترام، ما يخرجش بره النص خالص خالص، ده مهم جدا. مش عايزين توتر يحصل، الجو مشحون شويه، مشحون بره المشاكل اللي حصلت هنا، هو مشحون عشان نهائي كاس. بالظبط نهائي كاس افريقيا، طبيعي جدا الجو يبقى مشحون جماهيريا. الترجي من الفرق الكبيره في تونس اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره جدا زي النادي الاهلي. بالظبط. ففي وعايز فرقته تكسب، فطبيعي جدا هيبقى مؤازر بقوه لفرقته. فالنادي الاهلي واخد جماهير معاه،
لازم الجماهير تبقى على مستوى الحدث والمسؤولية في المباراة، يبقى بتشجيع اللي هو المثالي ما اخرجش عن النص. ماليش دعوه بالقسم، ماليش دعوه بالجمهور الثاني، انا ليا دعوه بفرقتي بس، بشجع فرقتي، باذر فرقتي، بديهم دوافع قويه جدا. لو محتاج يعني النادي الاهلي محتاج جمهوره يشجعه بقوه، يشيل من عنده التوتر الموجود. فده المفروض الجمهور اللي جاي يسافر مع النادي الاهلي ويأذر فرقته بشكل قوي جدا، ويا رب المباراه تخرج بسلام. يعني مش عايزين يحصل مشاكل. يمكن هم عندهم كانوا واخدين الماتش او بتاع اول اغسطس، عندهم قرارات من الاتحاد الافريقي بغرامه واخلاء مدرج كامل وتغيير جماهير الاهلي هتبقى هي اللي فوق وهم معترضين. ما يعني فان شاء الله الماتش يخرج بسلام، دي اهم حاجه. العلاقات المصريه التونسيه دايما بتشوفها ازاي، او ما بين جمهور الاهلي والترجي دايما يا كابتن حماده؟ وانت اكيد سافرت تونس كتير وليك علاقات وليك اصدقاء كتير في تونس. يعني بص على طول هم شعب جميل جدا طبعا وكل حاجه، ولكن داخل الملعب بيبقى فيه حماس. ده طبيعي. حماس ده طبيعي جدا جدا. لكن خارج الملعب الامور كويسه جدا، لكن في الصراعات داخل الملعب دي موجوده من زمان، من زمان قوي يعني. طبعا. فيا رب ان شاء الله يبقى المباراه تخرج بسلام وتخرج لصالح النادي الاهلي ونرجع بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا ليك توقعات معينه للنتيجه ان شاء الله بتاعت مباراه الاياب، ولا مفيش توقعات؟ مفيش توقعات. ان شاء الله بدا ان شاء الله ربنا نتمنى النادي الاهلي يكسب باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حماده صدقي طبعا نورتني وشرفتني، انا كنت سعيد بالحوار معاك النهارده. الله يخليك، انا سعيد والله يا امير. ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله كده، ونفرح يوم الجمعه باذن الله يا رب. يا رب. اخيرا طبعا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الاياب امام الترجي التونسي في رادس يوم الجمعه القادم في تمام الساعه 9 مساء. كل دعوات كل المصريين بخصوص هذه المباراه، وان النادي الاهلي يكون موفق ويقدر يرجع لنا مصر ان شاء الله سالما بلقب البطوله، ومن ثم التاهل لكاس العالم للانديه، وده حلم اكيد مهم جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. دي كانت فقره هامه جدا مع ضيفنا العزيز طبعا كابتن حماده صدقي، لكن استنونا لسه فقرات الاهلي الليله ما خلصتش، بعد قليل هيكون معاكم طبعا زميلي العزيز عمر ربيع ياسين الحديث عن الكره العالميه بشكل مفصل والدوريات الاوروبيه والتشامبيونز ليج. اكيد الامور كلها هتبقى مهمه مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين بعد فاصل.